السلام عليكم دراري ودريات، مرحبا بكم في فيديو جديد. يعني راه كاين واحد الدار، غادي قبل ما نعرض هذا الفيديو هذا غادي نقول لكم عواش مبروكه ورمضان مبارك. نتمنى انه يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله باذن الله. الحمد لله حيت لقينا هذا رمضان باقيين حيين، يعني نستغله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا مكان تحياتي لكم، مرحبا بكم عندي في الانستغرام والفيسبوك. بس لكم رمضان مبارك، تحياتي.